بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أخوتي في الله، في دقائق معدودات وأنتم تتابعون شؤون إخوانكم في مشارق الأرض ومغاربها أولا بأول، وكذلك شأن العلماء والدعاة وأهل الإصلاح في الأمة ألا ينأوا بأنفسهم عن أن يتحدثوا في الشأن العام ما يخص بلادهم أو بلاد غيرهم من بلاد المسلمين وبلاد العرب عموما. وقد تابعتم هذه الأحداث الأخيرة المستجدة في بلاد السودان، حماها الله وحرسها، وهذه الاحتجاجات التي اندلعت منذ 3 أيام تقريبا، وسقط على إثرها مجموعة من القتلى. أسأل الله أن يجعلهم عنده من الشهداء. هذه الجماهير حينما خرجت تهتف تنادي بماذا؟ تنادي وتطالب بالإصلاح. أخرجها الفقر، أخرجتها البطالة، أخرجها التهميش، أخرجها إهدار الثروة. السودان أخصب بلاد الله على وجه الأرض. السودان فيها مكان يقال له الجزيرة، أخصب أرض على وجه الأرض. السودان الذي يشقها النيل من شمالها إلى جنوبها، السودان الذي فيه 40 مليون رأس من البقر، ولكن فيها من المجاعة والقلة والحاجة ما لا يعلمه إلا الله. ثم الذين يكابدون ويعانون هذا الفقر المدقع في تلك البلاد المليئة بالثروات، نتيجة ماذا؟ نتيجة الفساد السياسي وفساد الإدارة والتوجيه والتسيير. وبالتالي الشعوب لها صبر محدود، تصبر الشعوب تصبر لكن صبرها محدود. وعوض حينما يبدأ هذا الصبر في النفاذ، عوض أن نسارع لاحتواء الموقف والجلوس على طاولة الحوار وتلبية ما استطعنا من الطلبات والسعي في الإصلاح ومراجعة النفس، إذ لا أحد فوق النقد. لا لا، جنون العظمة يدفع هؤلاء إلى أن يسلطوا آلتهم العسكرية القمعية على شعوبهم الضعيفة، فيخرجون عليهم، يخرجون عليهم خروجا مسلحا، فيقتلون فريقا، يقتلون وفريقا يأسرون وفريقا يسجنون وفريقا يعذبون. وأقول لرئيس السودان عمر البشير، أقول له اتق الله عز وجل، اتق الله في شعبك، اتق الله في هؤلاء المؤمنين الضعفاء، اتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اتق الله في الدماء التي هي عظيمة ومحرمة عند الله. فإن الرجل لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما، ما لم يصب دما حراما، لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. اتق الله في هؤلاء المستضعفين، في هؤلاء الجياع. 30 سنة ما تغيرت الأمور، جاء بانقلاب عسكري والسودان كل يوم يمر إلا وهو يتراجع، يزداد فقرا وجهالة وقلة. والعجيب أنه لا يعتبر، لا يعتبر بمن كانت نهايته وخيمة. عمر البشير، أقول لك، ألم تعتبر بالقدافي؟ ألم تعتبر بعلي عبد الله صالح؟ ألم تعتبر بمن لا يبعد عنك كثيرا، حسني مبارك؟ ألم تعتبر ببن علي؟ هؤلاء قل أن يعتبروا، كما قال سبحانه وتعالى في شأن الطغاة: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ها اليوم عندنا احتجاجات في فرنسا، هل أطلقت الشرطة الرصاص على المتظاهرين رغم أنهم رقم، شفتوا العنف الذي صار والسرقات والنهب؟ وهذا لا نبرره قطعا كما تحدثنا، لكن مستحيل أن يقوم واحد من هؤلاء
ليقتل الشعب. نعم ربما يردهم بتلك الوسائل المعروفة، الماء والغاز المسيل للدموع، استعمال الرصاص الحي. ماذا ستقول ربك يا عمر البشير؟ كم سنك الآن؟ ستلقى الله سبحانه وتعالى بيدين ملطختين بالدماء الزكية الطاهرة. زيارتك لبشار كانت شؤما عليك. وقد قال أهل البلاغة قديما بما يسمى جناس الاشتقاق، جناس اشتقاق بين بشير وبشار. أرجو أن لا يسلك سياسة بشار، وأن لا يقمع أكثر وأكثر شعبه الذي يعاني، وأن يبادر بالإصلاح، أو أن يتخلى ويخرج كريم النفس من باب واسع ويتركها لغيره، ويحترم إرادة الشعب في اختيار من يحكمه. أسأل الله أن يصون المسلمين، وأن يمن عليهم بالعيش الكريم، بالعيش الكريم الذي ضمنه الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.